فالنهارده مثلا انا هديهم الصبح يا اما ياخدوه معاهم المدرسه عادي في ازازه كده حلوه بس يكون بقها واسع مش ضيق، واديهم معاه المدرسه مفيش مشكله خالص، او في البيت قبل ما يمشوا يفضلوا يشربوا فيه حلو جدا، او طبعا في وقت المذاكره في اي وقت طول النهار. انا عندي هاخد مثلا كوبايه اللبن عليها موزه كبيره حلوه كده، هحليها بعسل ابيض او هحليها بسكر حسب ما تحبي، ورشه القرفه او الفانيليا. تمام، فانا هاخد موزه كده، طبعا الحلو قوي الموز المستوي في العصاير، يعني دي شكلها اخضر كده بس من جوه مستويه خالص. ضحكت علينا. هاخد كده الموزايه وهحط لها، انا مثلا عايزه اشرب كوبايه لبن قد ايه، مثلا قد كده هعايرها برضو، اخد مش هاخدها كلها طبعا عشان دي كده هتزود لي، فياخد مثلا نص عشان النص يبقى ايه بالموزه، واللي هحطه كمان ممكن حبه كمان صغيرين، ده اللي انا عايزه اشربه له ايه كوبايه لبن اهو، او يعني طبعا دي كبيره يعني بزود عن اللي بديله في العادي. وهحط عسل ابيض طبعا ده احلى، عايزه تحطي سكر ماشي بس حاولي تجيبي عسل ابيض للاولاد ده مهم قوي، وسنه قرفه مع الخليط ده او فانيليا اهي، حاجه بسيطه خالص اهي عشان تضيع لي ريحه اللبن. تمام كده، كده خلاص بقت ايه الموزه اتهرست تماما. لو انا ايه هما بقى ايه اللي انا عايزه اميز لهم وباين لهم ان في موز، يعني بصي اخلطي اللبن مع الموزايه الاولانيه او مع نص موزايه مع العسل مع سنه القرفه تماما، اضيع ريحه اللبن، اضيع ريحه اللبن لان هي بتبقى داخله جوه مناخيرهم وهم بيشربوا بيتضايقوا منها جدا. طيب تعالوا بقى عشان نعملها بقى ايه، ناخد بالشوكه كده ولو عايزه عليها سنه سكر، نحطها جوه الايه جوه الكوبايه، واروح حاطه بقى الخليط ده اللي في الخلاط اللي هو كان عباره عن ايه موزايه ونص كوبايه اللبن او زياده سنه صغنونه والعسل والقرفه او الفانيليا لو ما بتحبيش القرفه. طيب تعالوا بقى هنا هنعمل عصير تاني برضو حلو قوي وخفيف ومقوي كده للذاكره وبيصحصح ويدي طاقه مقوي للمناعه، يعني ايه حاجات كلها صحيه. عصير برتقال داخلين على الشتاء، البرتقال بقى موجود دلوقتي حتى الصيفي موجود ولسه البرتقال هيطلع بقى في الشتاء بجماله وحلاوته، فعصير بقى سكري برتقال سكري برتقال حاجه زي ما انت عايزه. اضيف له ايه كمان ازود قيمه غذائيه ليه حلوه، الجزر، الجزر برضو موسم موجود للجزر يعني طول الشتاء حلو قوي، هو موجود طول الصيف برضو دلوقتي ولكن في الشتاء هو الموسم بتاعه، فهناخد جزر وعصير برتقال. الجزر ده لازم اسلقه، لازم يكون مسلوق، فعندي هنا جزر مسلوق اهو، يعني انت مثلا لو هتعملي له كل يوم عايزه كل يوم تاكليهم جزر، عارفين الجزر بيقوي النظر فاكرين؟ بالظبط. ف لو انا كل يوم يعني عايزه اديهم مثلا كل يوم وقاعدين على المذاكره كده كوبايه عصير برتقال بالجزر وعايزه اعمله فريش مش عايزه اخليه مركون، هو ده لو حطيتيه في الثلاجه يومين مش اكتر من كده عشان بيمرر البرتقال برده. لو انا عايزه كده لا خلي الجزر مسلوق في علبه والبرتقاله تعصريها كده على طول ان شاء الله زي الليمونه مش مشكله خالص. فعندي هنا انا كده الجزر المسلوق اهو، طبعا في فوائد الجزر كتير جدا، واحط عليه عصير برتقال وعليه عسل او سكر، المره دي هحط لكم سكر عشان ما ايه محدش يزعل، الموجود عندكم